Welcome, Revelation. Hallelujah. Blessings. Guess what? And welcome to your program, Shalom Shalom. As you can see, we have a full house. With Marianne. We are your servants, Dr. Marisol. أنا خدمتكم دكتور ماريسول. Reverend Dexter Pelser. والقس ديكستر بيلسر. Our spiritual mother, Mary Kay Baxter. وأمنا بخية ماري كي باكستر. Yeah. And our Arabic voice, Luis. وصوتنا العربي لويس. And today's program is going to be a program that you're going to learn a lot. برنامج اليوم هنتعلم فيه حاجات كتير. A program that's going to put you to walk in wisdom. هيكون بنتعلم عن السر understanding والفهم. And we'll give you clarity in a specific area. وهنكون بنتكلم في مناطق معينة. And the teaching is. والتعليم النهاردة. What is blasphemy of the Holy Spirit. ما هو التجديف على الروح القدس؟ The Holy Spirit. الروح القدس. He is God. هو الله. Because God is three in one. لأن the Father, الله the Son, and the Holy Ghost. ثلاثة في واحد الله الآب والابن والروح القدس. But we cannot blaspheme against the Holy Spirit. لكن ما نقدرش إن إحنا نكون بنجدف على الروح القدس. So today, Brother Dexter is going to be teaching about that. الأخ ديكستر النهاردة هيكون بيكلمنا عن ده. And Sister Mary is going to be giving a testimony directly related to that. والأخت ميري هتدينا شهادة مباشرة واختبار عن هذا الموضوع. So I'm going to ask to save time for Luis to pray in Arabic. عشان نوفر وقت هطلب من أخت لويس إنها تصلي بالعربي. آمين. يا رب بشكرك وبعظمك لأنك صالح لحياتنا. يا رب بشكرك لأنك أنت إله كل نعمة يا رب. إله كل صلاح. أشكرك لأنك راعينا الصالح والأمين يا رب. أشكرك من أجل حبك الكثير لنا يا رب. أشكرك لأن أحبتنا حتى الموت. مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب بشكرك من أجل حبك لنا. بشكرك من أجل عطية النعمة يا رب. بشكرك يا رب من أجل عمل روحك في حياتنا. بشكرك من أجل عمل الروح القدس المعزي في حياتنا يا رب. أصلي أنك تفتح عينينا جميعا يا رب على عمل الروح القدس في حياتنا. بصلي يا رب أنك تعلمنا النهاردة الحكمة. تعلمنا نحن نسلك في الحكمة. تعلمنا نسلك تحت قيادة الروح يا رب. أصلي أن قيادة البرنامج يكون تحت قيادة روحك يا رب. صلي ان احنا جميعا نكون يا رب تحت قيادة روحك يا رب. صلي انك تعطينا نعمة وتعطينا فهم. بصلي انك تعطي جميع السامعين يا رب نعمة يا رب. صلي انك تعطيهم فهم. بصلي يا رب ان هذا التعليم يكون بركة يا رب لكل من يشاهد يا رب. بركة لكل من يشاهد يا رب وليك كل الكرامة والمجد. آمين. Brothers and sisters, we love you. اخواتي واخواتي احنا بنحبكم. Today we're talking about a very serious topic. النهاردة بنتكلم عن موضوع خطير جدا. What the Bible describes as an unforgivable sin. الكتاب المقدس بيقول عنه أن الخطية التي لا تغفر. The Bible actually describes it as an eternal sin. بيقول عنه أن ده خطية أبدية. In other words, once the sin is done, it is eternal in its consequences. يعني لو الخطية دي اتعملت بتبقى خطية أبدية وعواقبها للأبد. And this sin is a blasphemy of the Holy Spirit. والخطية دي هي التجديف على الروح القدس. So this is important that we know what this sin is. مهم إن احنا نعرف إيه هي الخطية دي. So that we do not commit this sin. علشان لا نقع فيها، لا نرتكبها. We're going to see that the words Jesus says all other sins are forgivable, but this one. هنشوف إن الرب يسوع قال إن كل الخطايا الأخرى تغفر إلا هذه الخطية لا تغفر. All right, let's go to the scripture. تعالوا نروح للآيات. And let's make sure we understand what the sin is. عشان نعرف إيه هي الخطية دي. All right, we're going to turn to Mark 3, verse 22. في مرقس 3 وعدد 22. This is probably the best scripture of the four gospels that describes this. غالبا دي افضل ايات في الاربع اناجيل بتوصف الخطيه دي. Let's listen carefully what it says. تعالوا نسمع بتقول ايه. It says, and the scribes who came down from Jerusalem said, he being Jesus has Beelzebub. واما الكتب الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه اي الرب يسوع بعلزبول. And by the ruler of the demons, he casts out demons. وأنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. So he, Jesus, called them to himself and said to them in parables. فدعاهم أي يسوع وقال لهم بأمثال. How can Satan cast out Satan? كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطان؟
If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. وأن انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت. And if a house is divided against itself, that house cannot stand. وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand but has an end. وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت. No one can enter a strong man's house and plunder his goods. بل يكون له انقضاء لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته. Unless he first binds the strong man. إن لم يربط القوي أولا. And then he will plunder his house. وحينئذ ينهب بيته. Now this is where it gets really serious. هنا الآية بتبقى جادة جدا. Jesus says. الرب يسوع قال. Assuredly, I say to you. الحق أقول لكم. All sins will be forgiven the sons of men. أن جميع الخطايا تغفر لبني البشر. So understand. نفهم. That if you've repented of your sins when you came to Christ. إنك لو تبت عن أي خطية بتعملها لما تيجي للرب يسوع المسيح. And the devil has told you that your sins were too great to be forgiven by the blood of the lamb. والشيطان حاول يقولك إن خطاياك أعظم إنها تغفر بدم الحمل. That the devil is a liar. فتعرف إن الشيطان كاذب. Okay, Jesus says. قال الرب يسوع. Including whatever blasphemies they may utter. الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها. But he who blasphemes against the Holy Spirit. ولكن من جدف على الروح القدس. Never has forgiveness. فليس له مغفرة. But is subject to eternal condemnation. إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية. Because they said he has an unclean spirit. لأنهم قالوا أن معه روح نجس. So Jesus is making this rather clear. الرب يسوع وضح الأمر جدا. This Jesus was healing the sick and delivering people from demons. الرب يسوع كان بيشفي الناس ويحرر الناس من الأرواح الشريرة. Earlier in the chapter. في أول الإصحاح. So the scribes who hated Jesus came along. فالكتبة اللي كانوا بيكرهوا الرب يسوع جم. And they said he has Beelzebub, which is a devil. قالوا إن معه بعل زبول أي شيطان. And that by Beelzebub, or the ruler of the demons, he casts out demons. وقالوا إنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. So. وعلشان كده. You and I both know that how he cast out demons. أنا وأنت عارفين إزاي بنخرج الشياطين. Was by the power of the Holy Spirit. بقوة الروح القدس. So now the scribes are saying. هنا الكتبة بيقولوا. That instead of casting out demons by God or the Holy Spirit of God. بدل ما إنه بيخرج الشياطين بقوة الله وبقوة الروح القدس. They're blaspheming the Holy Spirit and saying he is actually the devil. جدفوا على الروح القدس وقالوا إن ده الشيطان. And it is the power of the devil that is casting out these demons. وإن دي قوة الشيطان اللي بتخرج الشيطان. So God is looking at his own spirit. الله بينظر بروحه. And he's protecting it. وبيحافظ على روحه. Because he's saying if you call the works of the Holy Spirit. لو انت اطلقت على عمل الروح القدس او سميته. The works of the devil. سميت عمل الروح القدس عمل الشيطان. Then you are committing this sin. فانت كده بترتكب هذه الخطية. Let's turn to Matthew 12:31. تعالوا نشوف في متى 12 وعدد 31. And I'm going to explain this further. هشرح أكتر. Matthew 12:31. في متى 12 وعدد 31. This is repeated in the different gospels. دي نفس الآيات متكررة في إنجيل مختلف. But I want to listen to what this says. تعالوا نسمع بيقول إيه. Therefore, this is Jesus speaking. لذلك هنا الرب يسوع يتكلم. Says, therefore I say to you. أقول لكم. Every sin and blasphemy will be forgiven men. كل خطية وتجديف يغفر للناس. But a blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. Anyone who speaks a word against the Son of Man. ومن قال كلمة على ابن الإنسان. It will be forgiven him. يغفر له. So if you blaspheme the Son of Man, it can be forgiven. لو أنت جدفت على ابن الإنسان يغفر لك. But whoever speaks against the Holy Spirit, وأما من قال على الروح القدس, it will not be forgiven him.
فلن يغفر له. Neither in this age, لا في هذا العالم, or in the age to come, ولا في الدهر الآتي. And Mark 3:29 even calls this an eternal condemnation or sin. مرقس 3 زي ما قرينا بيقول عنها انها دينونة ابدية. That cannot be forgiven. خطية لا تغفر للابد. So once committed, اول ما الواحد يرتكب هذه الخطية, it takes immediate effect and lasts for all of eternity. بتاخد تأثيرها وبيحصل تأثيرها من الآن وإلى الأبد. Now, دلوقتي, there are many commentators, في ناس كتيرة بتعلق, who state that the sin that leads to death or the unforgivable sin, بيقولوا إن الخطية اللي بتؤدي إلى الموت أو الخطية التي لا تغفر, a blasphemy against the Holy Spirit, أي التجديف على الروح القدس, is unbelief. هي عدم إيمان. So I want you to just stop and understand something. أنا عايزك تقف هنا وتفهم معايا. Look at the thief on the cross. بص على الصليب. He had unbelief all of his life. كل الحاجات اللي عدت اللي حصلت في حياته عدت قدامه. But what happened on the last day of his life? على اللص اللي كان على يمين الرب، ايه اللي حصل في اخر لحظات في حياته؟ حياته كلها بتعدي قدامه، لكن ايه اللي حصل اخر لحظة؟ As he hung on the cross right next to Jesus Christ. وهو معلق على الصليب بجانب الرب يسوع. He effectively asked Jesus to forgive him and remember him when he went to heaven. طلب من الرب يسوع ان يغفر له وان يذكره في ملكوت السماوات. Jesus did forgive him. الرب يسوع غفر له. Of that sin of unbelief until that moment. غفر له خطايا عدم الإيمان لهذه اللحظة. Washed him clean of the blood of the lamb. وغسله وجعله نقي بدم الحمل. And he said, "And today you will be with me in paradise." وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. So if that unbelief was an eternal unforgivable sin, فإذا كان عدم الإيمان هو الخطية الأبدية, then we would all be in hell today. فكان مصيرنا جميعا في الجحيم اليوم. Because before we came to Christ, we all had that sin. لأننا قبل أن نأتي إلى الإيمان بالرب يسوع كان لدينا جميعا هذه الخطية, أي عدم الإيمان بالرب يسوع. And Jesus was very specific. It was calling the Holy Spirit, the gifts of the Spirit flowing, the works of the Holy Spirit. والرب يسوع كان واضح جدا قال إن الخطية دي هي أن تدعو عمل الروح القدس أو مواهب الروح القدس. Calling them demonic. إنك تطلق على هذه المواهب أو على عمل الروح القدس إنها أعمال شيطانية. Okay, let's turn to Revelation 16:9. تعال نروح في رؤيا 16 وعدد 9. It says, I'm going to go to verse 8. هبدأ من عدد 8. Then the fourth angel poured out his bowl on the sun. ثم سكب الملك الرابع جامه على الشمس. And power was given to him to scorch men with fire. فأعطيت أن تحرق الناس بنار. This is the punishment of those who have rejected Christ. دي عقاب ودينونة اللي رفضوا الرب يسوع. And men were scorched with great heat. فأحترق الناس احتراقا عظيما. And they blasphemed the name of God. وجدفوا على اسم الله. Who has power over these plagues? الذي له سلطان على هذه الضربات. And they did not repent and give him glory. ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. Remember what? تذكروا. Jesus said, all blasphemies, other than blaspheming the Holy Spirit, can be forgiven. قال إن كل التجديف تغفر إلا التجديف على الروح القدس. So I want to make this clear. هوضح ده. If they had repented and given God glory, إذا كانوا هؤلاء الناس تابوا وأعطوا الرب مجدا, they could have been forgiven. كان من الممكن أن تغفر لهم هذه الخطية. But because of their hardened hearts, لكن بسبب إن قلبهم متقصي, they hated God. كانوا بيكرهوا الله. They were angry at him. كانوا غاضبين من الله. And they blasphemed his name. وكانوا بيجدفوا على اسم الله. Can you imagine that they actually knew it was God bringing these plagues upon them? تخيلوا هم عارفين إن الله هو اللي جاب عليهم الضربات دي. And yet they refused to repent and acknowledge him. وبالرغم من كده هم رفضوا إنهم يتوبوا ورفضوا إنهم يعترفوا إليه. And give him glory. ويعطوه المجد. Now what is blasphemy? تعالوا نعرف ايه هو التجديف. So if you go to the Bible dictionaries, لو رحنا لقاموس الكتاب المقدس, it says refusing to acknowledge what is good, ان هو ان نرفض ان نعرف ان نتعرف او نشير الى الصلاح, worthy of respect and praise, كلام التسبيح والحكمة, which is of course the name of God, كلام التسبيح او اسم الله. Praise God.
Instead, لكن بدل من هذا, it is to blaspheme which reverses what is good and calling it evil. التجديف هو عكس هذا, أي أن تعكس الصالح وتدعوه شر. If you understand this, لو فهمت ده, you will understand to call the works of the Holy Spirit demonic or evil. إنك أنت لو قلت على عمل الروح القدس إن هو شر أو شيطاني, is blasphemy of the Holy Spirit. ده تجديف على الروح القدس. Now, before you say this is impossible for a Christian to do, قبل ما تقول إن ده مستحيل على واحد مسيحي إنه يعمله, let me give you a simple example. تعالوا أديكم مثال بسيط. Which is profound. والمثال ده عميق. There are many churches who do not have the ministry or the Holy Spirit active in those churches. في كنائس كثيرة ليس فيها خدمة الروح القدس أو أن الروح القدس هذه الخدمة ليست فعالة فيه. And there are actually many pastors in these churches. وفي أسس كثيرة في الكنائس دي. Who have preached that the Holy Spirit works are dead today. بيقولوا أن عمل الروح القدس هو ميت هذه الأيام. So when they are spoken of in the charismatic or Pentecostal churches, فلما يجوا يتكلموا على الكنائس الكاريزماتيك أو الحركة الخمسينية, they have actually preached that they are demonic. بيقولوا عليهم in origin. بيقولوا عليها إن هي حركة شيطانية الأصل. You can find many of these teachings by pastors who do not honor the Holy Spirit in their church. هتلاقي الخدمة دي والكلام ده في أسس كتيرة لا يؤمنوا بعمل الروح القدس. And why do you think that would be? وانت ايه رأيك او ماذا تعتقد ان هذا يكون؟ If I'm going to believe I'm a pastor in that church that I'm a son of God, إذا كنت أنا مثلاً قس لهذه الكنيسة وأنا ابن لله, and others have the gift of prophecy, the gift of tongues, وفي حد آخر هنا عنده موهبة النبوة أو موهبة التكلم, people get healed when they lay on hands, والناس بتشفى لما بيضع هذا الأخ يده عليهم, and it doesn't happen to me or in my church, والأمر ده أو الموهبة دي لم تحصل لي كقس أو لم تحصل في كنيستي. How do you think I justify myself? كيف أبرر نفسي? I put down those who are walking in the spirit. فهذا القس يحقر الآخرين الذين يسلكون بعمل الروح القدس. And I can actually bring damnation upon myself. فأنا إذا فعلت هذا الأمر آتي بالدينونة على نفسي. Because I am not walking in the gifts of the spirit yet. لأني لم أسلك في مواهب الروح بعد. One thing the Lord taught me very early on. في حاجة الرب علمهاني من بدري جدا. All because you are not yet walking in all nine gifts of the Spirit in 1 Corinthians chapter 12. إذا كنت لم تسلك بمواهب الروح التسعة اللي موجودة في كورنثوس الأولى 12. Be careful to call that demonic when others are walking in it. احترز واحذر ألا تدعو هذا الآخرين الذين يسلكون بمواهب الروح, احترز أن تدعوهم عمل الشيطان. Just because you are not walking in it yet. لأنك أنت لم تعط هذه المواهب أو لم تسلك فيها بعد. Do you understand why we've been tempted to do that? أنت فهمت ليه إحنا ساعات بنغرق إن إحنا نفعل هذا الأمر؟ I think you do. The devil always tries to get us to put down others to lift ourselves up. أعتقد إنك أنت فاهم الشيطان دايما بيحاول يعمل ده معنا إن إحنا نحقر الآخرين لنرفع من أنفسنا. And what better way than to say those tongues are demonic? وإيه أفضل طريقة غير إن إحنا ندعو الألسنة أعمال شيطان أو ندعو النبوة أعمال شيطان. Because after all, the works of the Spirit died with the apostles. ونقول إن أعمال العمل الروح القدس ده مات مع الرسل. Which is a false teaching. وده تعليم كاذب. Amen, Dexter. Okay, so now we understand that. دلوقتي احنا فهمنا. Let's read some more of what's happening. هنقرا آيات أكثر. Let's turn to 1 John 5:16. Another scripture that talks about the sin unto death, eternal death. في يوحنا الأولى 5:16 برضو آيات عنها هذا الخطية التي تؤدي إلى الموت. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, eternal death. بيقول إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت. He will ask and God will give him life, eternal life for those who commit sin not leading to death. يطلب من الرب يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. There is sin leading to death. I do not say that you should pray about that. توجد خطية للموت ليس لأجل هذا أقول أن يطلب.
What is the sin that leads unto eternal death? ايه هي الخطيه اللي بتقود الى الموت الابدي؟ Well, we're going to see in a moment in action in the book of Acts. هنشوف في لحظه في كتاب في كتاب الاعمال. Where people who go against the Holy Spirit are actually put to death. هنشوف ناس قوم ضد الروح القدس فماتوا. And then we're going to understand وهنفهم that this is all related to the blasphemy of the Holy Spirit. إن الأمر مرتبط بالتجديف على الروح القدس. Because there is no other sin unto death defined in the Bible other than what Jesus defined. لأن ما فيش أي خطية تاني بتؤدي إلى الموت إلا ما عرفها الرب يسوع وقال عنها. Because remember, Jesus said every other sin is forgivable. لأن الرب يسوع قال إن كل خطية أخرى للناس تغفر. But blasphemy of the Holy Spirit. ما عدا التجديف على الروح القدس. All right, let's see this. Let's step back and see this sin in action in the Old Testament. هنشوف الخطية ديت اولا في العهد القديم. Leviticus 24:10. لويين 24 وعدد 10. Because I want to make something very clear. علشان عايز اوضح الامر خليه واضح. Blasphemy against the Father, the Son, or the Holy Spirit is a horrible sin. التجديف على الآب أو على الابن أو على الروح القدس هي خطية فظيعة جدا. We should have the fear of God and know that we are never to blaspheme His name. يجب أن يكون فينا خوف الله فلا نرتكب هذه الخطية أو نجدف على اسم الله أبدا. Even if it's forgivable. حتى ولو الأمر ليه مغفرة. To blaspheme Jesus or the Father. حتى لو الأمر في مغفرة إنك تجدف على الرب يسوع أو على الله الآب. We need to know how God feels about that blasphemy. لازم نعرف إزاي الرب بيشعر تجاه هذه الخطية. So by the fear of God, we do not sin and commit this sin against Him. فبخوف الله لا نرتكب هذه الخطية أو نخطئها ضد الله. Okay, verse 10 of Leviticus 24. في لويين 24 وعدد 10. Now the son of an Israelite woman whose father was an Egyptian. وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري. Went out among the children of Israel. في وسط بني إسرائيل. And this Israelite woman's son and man of Israel fought each other in the camp. وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي. And the Israelite woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب. And so they brought him to Moses. فأتوا به إلى موسى. Then they put him in custody. وفوضعوه في المحرس. That the mind of the Lord might be shown to them what to do. ليعلن لهم عن فم الرب ماذا يفعل. And the Lord spoke to Moses saying, فكلم الرب موسى قائلا, Take outside the camp he who has cursed my name. اخرج الذي سب اسمي الى خارج المحلة. And let all who heard him lay their hands on his head. فيضع جميع السامعين ايديهم على رأسه. And let all the congregation stone him to death. ويرجمه كل الجماعة الى الموت. Then you will speak to the children of Israel saying, وكلم بني إسرائيل قائلا, Whoever curses his God shall bear his sin. كل من سب إلهه يحمل خطيته. And whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death. ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. All the congregation shall certainly stone him. يرجمه كل الجماعة رجما. Both the stranger, in other words, foreigner, as well as him who was born in the land. الغريب أو الذي ولد خارج الأرض مثله مثل الوطني الذي ولد في داخل الإسرائيل. That means both Gentiles and the native born. أي الأممي والإسرائيلي. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death. عندما يجدف على اسم الله يقتل. Now we know the heart of God. إحنا عرفنا إيه هو قلب الله. We need to honor his name. محتاجين ان احنا نكرم اسمه. Amen. Revere his name. نحترم ونوقر اسمه. Give glory to his name. نعطي المجد لاسمه. Amen. Praise his name. نسبح اسمه. Hallelujah. Never curse it and blaspheme it. ابدا لا نشتم او نجدف على هذا الاسم. Please understand. من فضلك افهم. If something evil happens in your life, إذا حدث شيء شر في حياتك, even if someone you love is taken away from you, إذا أخذ منك شخص أنت تحبه جدا, that is the work of the devil, not of the Father. هذا عمل الشيطان ليس عمل الآب.
The Father loves you. Allah يحبك. And He will comfort you. وسيعزيك. And He will bless you. وسيباركك. Don't attribute the evil in this world. لا تشترك في شر العالم. To God. على الله. Amen. Amen. Now. الآن. Turn to Psalm 34. في مزمور 34. This is just as important as the first part of the teaching. ده مهم زي الجزء الأول من التعليم. I want to show you what is actually pleasing to God, how we praise His name. هوريكم ازاي ان هو مسر لله ان احنا نسبح اسمه. Because this is what we should be doing. لأن ده اللي المفروض نعمله. Psalm 34 verse 1. في مزمور 34 وعدد واحد يقول. Listen to the heart of David as he praises God. اسمع إلى قلب داود وهو يبارك الرب. He says, I will bless the Lord at all times. أبارك الرب في كل حين. His praise shall continually be in my mouth. دائما تسبيحه في فمي. My soul shall make its boast in the Lord. بالرب تفتخر بنفسي. The humble shall hear of it and be glad. يسمع الودعاء فيفرحون. Oh, magnify the Lord with me. عظم الرب معي. And let us exalt His name together. ونعلي اسمه معا. This is the opposite of blasphemy. وده عكس التجديف. When we understand that God so loved the world إن محبة الله للعالم that He gave His only begotten Son الذي أعطى ابنه الوحيد that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life حتى كل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية and when we then understand that God is love فنفهم أن الله محبة and He desires all of us to come to repentance and be saved ونعرف أن الرب يريد أن الجميع يأتوا إلى التوبة وإلى الخلاص We will always glorify His name. سنعطي دايما المجد لإسمه. But if we get bitter and angry, لكن لو كان عندنا مرارة وغضب, when something evil happens in our life, لو في شيء شر حصل في حياتنا, we do not have our armor on, مش علينا سلاح الروح, we attribute that evil to God. فننسب هذا الشر لله. Yes, Marisol. You know, عارفين, and it's the sin of blasphemy. خطية التجديف. It's serious. خطية جدية. Because if you know the Holy Spirit and then you deny Him. لأنك لو عرفت الروح القدس ثم أنكرته. Or you don't acknowledge Him. أو لم تعطيها التعريف. You can go to hell. ستذهب إلى الجحيم. And you know and what's so important and you need to understand that. واللي لازم تعرفه. And you know Sister Mary went to hell and she saw that there. إن الأخت ماري ذهبت إلى الجحيم في رحلة في زيارة وشافت ده. A man who had blasphemed the Holy Spirit. That's right. شافت رجل جدف على الروح القدس. So do you want her to tell about it? ممكن Amen. Can she read these scriptures in there like these here? You don't have to look them up. They're already looked up. Can you read them in this language? No. Okay, I'll tell you which one. Go ahead and tell them what I said. هنقرأ مع بعض آيات. Yeah, I wanted to give a scripture. عايزة أدي آيات. Yeah. Yeah, Mark 9:45, 43, 45. While she's looking for the scripture. مرقس 9 وعدد 45. We want to show you a picture. Dexter, show them that picture. A picture in hell. هنوريكم صورة دي صورة من الجحيم. منظر من مناظر الجحيم. Yeah, Mama said when the Lord took her to hell for 30 nights for 3 hours a night, the Lord Jesus took her. الرب يسوع خدها إلى زيارة للجحيم على 3 أيام. مرة ومرة ومرة. ثلاث ليالي. And you can see this picture. It's just like fire, burning fire and torment. لو تشوف الصورة دي نار مشتعلة وعذاب. This is what hell really looks like, which is in the middle of the earth. وده اللي بيوريك شكل الجحيم. في وسط الأرض وده جزء بس بتقول إن ده جزء بس من الجحيم. في مرقس 9:45 بيقول. Which one are you reading? Mark 9:43. بيقول وإن أعصرتك يدك فأقطعها خير لك أن تدخل الحياة. خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ Did you read 45 also, honey? وإن أعصرتك رجلك فأقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعرض من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ
حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. What I saw. اللي أنا شفته. When Jesus Christ. لما الرب يسوع المسيح. Took me down gateways. أخذني إلى هذه البوابات. Into hell. إلى الجحيم. One night. في ليلة من الليالي. In one of the compartments. في الشهر. And the center of hell. وكانت خط الأبواب الجحيم. Hell is in the middle of the earth. الجحيم هو مكان في منتصف الأرض. And we have a scripture for that in a moment. هديكم آية عن الموقع ده بعد لحظات. Hell has a body. الجحيم ده عامل زي جسد. The shape of our body. ليه شكل زي شكل جسدنا. But it has compartments and degrees of fire. في درجات وأقسام ودرجات من الحرارة. And much suffering of the dead. وفي عذاب أكتر للأموات. And what Dexter is preaching about tonight. واللي بيوعظ عنه ديكستر اليوم. Is so very important. مهم جدا جدا. We do not want to blaspheme the Holy Spirit. لا نريد أن نجادف أبدا على الروح القدس. When Christ took me on my journey. لما ربي يسوع أخذني إلى هذه الرحلة. I think it was about maybe the 15th night. ممكن غالبا كانت 15 في الشهر. We were in the belly of hell. كنا في وسط أو بطن الجحيم. The center of hell. الخطاء اللي في الجحيم. Was 17 miles high. النار اللي في الجحيم عبارة عن ارتفاعها 15 قدم. With jail cells all embedded in the wall of this circle. وفي وشكلها زي دايرة وفيها زنزانات. And in the middle of this was a 3-mile circle, 3 miles. وفي وسط في زي دايرة زي 3 ميل. And Christ said, "I want to show you the different activities." In the belly of hell. والرب قال لي هوريكي الأنشطة المختلفة اللي جوه الجحيم. He said, "I want to show you the soul of a man." هوريكي نفس الإنسان. That has blasphemed the Holy Spirit. نفس الناس اللي بيتجدفوا على الروح القدس. So I looked in a little in front of me. بصيت قدامي. And there was a coffin. وزي في زي كفن. With the top off. والغطاء بتاعه مفتوح. And walking around the coffin. وبيمشي حوالين الكفن. Were 3-foot-high demons. ثلاث أرواح شريرة. With spears. ومعهم رمح في إيديهم. And in beside the ends, you know, the way the coffin was built. والطريقة اللي مبني بها الكفن أو معمول بيها. It was raised up from the floor. It was on something, a platform. محطوطة زي على أرض. And there was holes all around the coffin where these spears of the demon would go in and stab that soul. وفي أماكن مفتوحة بيدخلوا فيها الرمح. Christ said that goes on 24 hours. ورب يسوع قال لي إن الشياطين بيعملوا كده 24 ساعة. In a full day. طول اليوم بيعملوا كده بيخرموا بالرمح. And Christ said, "Come." والرب قال لي تعالي. And at that we were elevated. رحنا في مكان تانية. Above the coffin. أعلى من الكفن. And I was looking down. وبصيت جوه. And I heard the scream of the dead. وسمعت صراخ الميت. All around me. كله حواليا. But I heard the scream of this man louder than everyone. وسمعت صراخ واحد منهم أعلى من باقي الناس. And I saw a skeleton. وشفت زي هيكل عظمي. Laying on his back. نايم على ظهره. And it had blood on the palms of the skeleton, the hands. وفي دم على إيدين الهيكل العظمي. He said the blood of many is upon his hands. رب قال لي دم كثيرين في ايديه. He said this man. قال لي الشخص ده had a fine church. كان عنده كنيسة. He had a beautiful home. وكان عنده بيت جميل. And he was prosperous. وكان مزدهر. And he had the baptism of the Holy Spirit. وتعمد بالروح القدس. And for many years he served me. ولسنوات كثيرة خدمني. Till one day. لغاية يوم ما. The devil. الشيطان. Begin to lie to him. بدأ يكذب عليه. And seduce him. وبدأ يغريه. And he believed it. فالإنسان ده صدق الشيطان. Then he began to steal from the church offering. بدأ يسرق من تقدمة الكنيسة. He began to teach lies from the pulpit. بدأ يوعظ كذب من الجحيم. And then one day. وفي يوم من الأيام. The Holy Spirit. الروح القدس. He found out. اكتشف. And left him. عرف وخده. And what he did, واللي عمله, he was going to open up a seminar. كان هيعمل زي تعليم. And
teach against the Holy Spirit. والراجل ده كان هيعمل زي سيمينار يوعظ ضد الروح القدس. Because he had totally turned himself over to the devil. لأن هذا الإنسان سلم نفسه بالكامل للشيطان. After knowing our Savior. بعد ما عرف الرب المخلص. After seeing the miracles. وبعد ما شاف المعجزات. And the prosperity of God. وبعد ما شاف رخاء وازدهار الله. He was going to do this. كان هيعمل كده. He announced it. أعلن. Christ said. والمسيح الرب يسوع قال لي. And then one day when he left the church. ولما راح في الكنيسة. There was a car wreck. كان في حادثة عربية. And he was killed in the car wreck. وهو اتقتل في حادثة العربية. And the demon powers. وقوة الشياطين. Brought him down gateways. خدته على البوابات بتاعة الجحيم. Into hell. إلى الجحيم. And there he was placed in this coffin. واتحط جوه الكفن ده. And is tormented 24 hours a day. وبيتعذب 24 ساعة في اليوم. With the demons. مع بالشياطين. And he's and the evil presence. وبالحضور الشيطاني. Truly حقيقي. Is all around him. حقيقي حواليه. Great is his suffering. معاناته صعبة جدا جدا. And you could hear him scream so loud. وتقدر تسمعه وهو بيصرخ عالي جدا. And again, I looked at the skeleton, Dexter. فبصيت على الهيكل ده يا ديكستر. With blood running out of his hands, and there was no blood in him. والدم طلع من إيده لكن ما فيش جواه أي دم. A skeleton has no skin, no hair, anything. الهيكل عظمي لا فيه جلد ولا فيه لحم ولا شعر. But his soul was inside the skeleton. لكن كمان جوه الهيكل. And with that, Christ says, "This is what truly is blaspheme in the Holy Ghost." فالرب يسوع قال لي هو ده التجديف على الروح القدس. This is eternal damnation for him. ده عذاب ودينونة أبدية. And I think Dexter has some more words on that. والأخي ديكستر لي كلام تاني أكتر عن الموضوع. Because this is so serious. لأن الأمر ده جدي جدا. The devil cannot cast out the devil. This is الشيطان لا يستطيع أن يطرد الشيطان. And it's very serious what we're telling you today, sweetheart. واللي احنا بنقوله لكم أمر مهم جدا يا أعزائي. We have so many scriptures. عندنا آيات كثيرة جدا. On the judgment of God. عن دينونة الله. On thousands or thousands that went to hell. على آلاف وآلاف ذهبوا للجحيم. And the other program Dexter talked about. وفي البرنامج التاني اللي قبل كده الأخ ديكستر اتكلم عن About the witches and warlocks that cast spells on people. عن السحرة والسحرة سيدات ورجال اللي بيعملوا أعمال سحر على الناس. And you must realize. ولازم تدرك. While I'm talking. اللي أنا بتكلمه. All around the circle of where the man was. في حول دائرة الإنسان. And a thousand, many more activities. وفي جوه في الجحيم أنشطة تاني كمان. Was the torment of souls. تعذيب للأرواح. That have worked witchcraft over the earth. اللي كانوا بيعملوا أعمال سحر. I just thought about that. أنا فكرت في ده. What do you think about it, Dexter? اللي أنت بتفكر فيه يا ديكستر. I want to say something. عايز أقول حاجة. You know, Dexter has given you the word. ديكستر أعطاكم الكلمة. Which are alive and active. الآيات نور وعمل حق. We overcome by the power of the testimony. إحنا بنغلب بكلمة الشهادة. Sister Mary has given. الأخت ميري عطتنا. Us a revelation that she received from Jesus. عطتنا إعلان استلمته من الرب يسوع. This is serious. الأمر جدي. We must take heed to this. لازم نحترز لأنفسنا. We must honor the Holy Spirit. لازم نكرم الروح القدس. The Word of God says that those that are the true sons of daughters of God are those that are guided by the Holy Spirit. كلمة الرب بتقول إن أولاد وبنات الله so listen to the word and listen to the testimony. اسمع إلى الكلمة واسمع للاختبارات. And take heed to it. Honor the Holy Spirit. لتكرم the Holy Spirit. لتكرم الروح القدس. Tell them if they don't even understand it, don't blaspheme it. في ناس كتير مش فاهمة لكن لازم يجب أن لا تجدف على الروح القدس. Yeah, you know what. عارفين. What the Lord told me before I had the gifts of the Spirit. اللي الرب قاله لي قبل ما أخذ مواهب الروح القدس. He said, "Ask for them and earnestly desire them." قال لي اطلبها واسأل عنها بجدية. Do not put down another who is walking in it to make yourself feel good. لا تحقر من الآخرين الذين يسلكون بمواهب الروح لترفع من نفسك. You know, عارفين. Coffin that Mama saw. الكفن اللي ماما شافته ده. Because remember what. تذكروا. Matthew 12:32 says. في متى 12:33 كان بيقول.
Whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. بيقول إن من يتكلم ضد الروح القدس لا يغفر له في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي. So he was setting up a conference to speak against the Holy Spirit because of his sin. He had lost the Holy Spirit. Because of his sin, he had lost the Holy Spirit. So he was having a conference to go against the Holy Spirit. الإنسان اللي كانت ماما بتتكلم عنه ده كان عايز يعمل مؤتمر ضد الروح القدس وبسبب هذه الخطية هو فقد حياته وحياته الأبدية. So please. أرجوكم. Even if you're not walking in it yet. إذا كنت لا تسلك في هذه الخطية بعد. Do not blaspheme. لا تجدف أبدا. The giftings or the workings of the Holy Spirit in another. لا تجدف على مواهب الروح القدس أو عمل الروح القدس في الآخرين أبدا. Ever. أبدا. Ask God for those gifts. Earnestly desire them. أطلب من الله هذه المواهب وأرغبها. Ask for the baptism of the Holy Spirit in Luke 11. أطلب مواهب وتعامل الروح القدس كما في لوقا 11. But do not put down that for which you do not understand. لكن لا أبدا لا تحقر من هذه الأمور التي لا تفهمها. Or you are not yet walking in. أو الأمور التي لم تسلك فيها بعد أي عمل الروح القدس لا تحقرها أبدا. Wait on the Lord and you will walk in the gifts of the Holy Spirit also. أطلب الرب وانتظر له حتى تأتي وتسلك في عمل الروح القدس ومواهب الروح القدس. Now you don't think this is real? إذا كنت لا تعتقد أن الأمر حقيقي. Let me tell you what happened to me when I received the baptism of the Holy Spirit. خليني أقول لك إيه اللي حصل معي لما استلمت معمودية الروح القدس. I went to my pastor. أنا رحت للأسيس بتاعي. And I was filled with joy. وكنت مليان بالفرح. And I told the pastor, "Hallelujah, I'm speaking in tongues." قلت له هللويا أنا بتكلم بالألسنة. I received the baptism of the Holy Spirit. وقلت له أنا استلمت معمودية الروح القدس. I wanted to share this excitement and joy with my pastor. أنا كنت عايز أشارك الفرحة والإثارة دي مع الأسيس بتاعي. The problem was the church was not walking in the gifts of the Spirit. المشكلة إن الكنيسة دي ما كانتش بتسلك في مواهب الروح القدس. Do you know what the pastor said? عارفين الأسيس قال لي إيه؟ I went to seminary. قال لي أنا رحت لسيمينار زي. X amount of years. من كذا سنة. If anyone would have the gifts of the Holy Spirit, it would be me. قال إذا كان أي حد هياخد مواهب الروح القدس يبقى أنا. What you have must be demonic. قال اللي عندك ده لازم يكون حاجة شيطانية. Me. Jesus. You have no idea how I felt. ما عندكش فكرة إزاي أنا شعرت في هذا الأمر. Wow. I prayed to the Lord and asked him to take care of this. وطلبت من الرب إن يهتم بالأمر. 4 months later, that pastor was gone. بعد 4 شهور الأسيس ده راح مات. You know why the pastor did that? عارفين ليه الأسيس عمل كده؟ It's called jealousy and envy. لأن ده غيرة وحسد. And it's called self-justification. واسمه تبرير للذات. It's pride. وكبرياء. Yes, Dexter. The devil will strike every one of us with this. الشيطان هيحاول يضرب كل واحد منا بهذه الضربة. If we do not yet have the baptism of the Holy Spirit. إذا لم تكن لك معمودية الروح القدس بعد. I have shared with you my testimony for months I pursued the baptism. أنا شاركتكم باختباري قد إيه أنا كم شهر كنت بسعى ورا معمودية الروح القدس. All I can tell you is you keep pursuing the baptism. كل اللي أقدر أقوله لك إنك استمر في سعيك ورا معمودية الروح القدس. And the evidence of that baptism with the speaking of tongues. ودليل المعمودية الروح هو التكلم بألسنة. And you will receive it. وسوف تستلمها. Because the Father promises He will give it to you in Luke 11. لأن الآب وعد أن يعطيكم إياها زي ما قال في لوقا 11. آمين. Can I say something? ممكن أقول حاجة؟ Dexter, in there another scripture where they في آيات تانية. By the gift of the Holy Ghost and yes. The disciple warned them. بتتكلم عن مواهب الروح القدس وعن تحذير التلاميذ ضد الأمر. You know where that is, Dexter? That's I think his name was Simon the magician. Yeah, there you عن, go. عن سيمون الساحر. And what did God do there, Dexter? He was rebuked. Yes. انتهروه التلاميذ. And told you have no part in this. وقالوا له ليس لك نصيب في هذا الأمر.
And he basically said, I just pray that God grant you repentance. وبطرس قال أصلي أن ربي يعطيك توبة. He wanted to buy and save your evil soul. وأن يخلص نفسك الشريرة. Because أراد أن يشتري موهبة الروح القدس. He made money as a magician with his magic. لأنه كان بيكسب ماله بالسحر. And he thought he could sell the laying on hands on people to receive the Holy Spirit. وأراد أن يأخذ موهبة وضع الأيدي لإعطاء الناس الروح القدس لكي يتاجر بها. And make money off of it. وليصنع منها مال. Wow. That is a horrible sin. ودي خطية فظيعة جدا. Let me tell you something. خليني أقول لكم حاجة. Jesus made it clear. الرب يسوع وضح الأمر تماما. God's house is a holy house. إن بيت الله مقدس. It is a house of prayer. هو بيت الصلاة. It is not to be a marketplace. لا يمكن أن يكون سوق. Hallelujah. If you have a gift of prophecy, you do not sell your prophecy. إذا كانت عندك موهبة للتكلم لا يمكن أن تبيعها أبدا. If you have a gift of healing, what you freely receive, you freely give. إذا كانت عندك موهبة الشفاء زي ما أخذتها مجانا تعطيها مجانا. You do not take money for that. لا تأخذ مال أبدا مقابل هذا. نعم. نعم اخبروه. They make $5 line, $10 line, $15 line. لا تكسب منها مال. لا تقول بس يعطيني. The anointing is not for sale. أن المسحة ليست أبدا. The anointing is to edify the church and to confirm the gospel. I actually witnessed a famous prophet. أنا شفت نبي مشهور. In a meeting. في اجتماع. This prophet said. النبي ده قال. Form a line here. اعملوا لي صف كده. For anyone that gives $500 or more, I will give them a personal prophecy. اي حد هيديني 500 دولار هدي له النبوة شخصية. No one else received this personal prophecy. وما فيش حد تاني خد النبوة الشخصية. And there were people hungry to hear from the Lord. وفي ناس كانت جعانة انها تسمع من الرب. They gave the money and they got in that line. وعطت الفلوس دي عشان تقف في الطابور ده. Can I ask you something? ممكن اسالك سؤال. Do you think that was pleasing to God? هل تعتقد ان هذا الامر مسر للرب؟ ابدا طبعا. That's a sin. دي خطية. Do you know Jesus came to save the poor of the earth? هل تعلم ان الرب يسوع اتى ليخلص فقراء الارض؟ So you mean to tell me if I didn't have enough money I can't hear from God? هل تقول لي اذا لم يكن لدي مال لا استطيع ان اسمع من الله؟ Only the rich can. هل فقط الاغنياء يستطيعون؟ Can any of you honestly say this is the kingdom of God? هل اي احد يستطيع ان يقول ان هذه هي ملكوت الله؟ ابدا. This is no different than Simon the magician. ده ليس باي فرق عن سيمون الساحر. Be careful selling the anointing. احترزوا من أن تبيعوا المسحة. At the altar of God. على مذبح الله. Dexter. Yes. One of the things I've learned from Mom. When she prays, she says, "What I freely receive, I freely give." اللي تعلمته من ماما إن مجانا أخذت as the Lord leads her. وزي ما الرب بيقودها. Because the gifts are God's. لأن المواهب دي من الله. To edify the church. لبناء الكنيسة. And can I say something? ممكن أقول حاجة. That precious Holy Spirit. إن الروح القدس الثمين. Is the third part of the Trinity. هو الجزء الثالث من الثالوث. And I feel like weeping. وأنا حاسة بالبكاء. Because it was given to us to strengthen us. لأن الروح القدس أعطي لنا ليقوينا ليرشدنا. To help us. ليساعدنا. Overcome our rotten flesh. لنتغلب على جسدنا الميت. That holy, holy spirit. أن الروح القدس القدوس. Is not evil. ليس شر. It saves many, many lives. إنه ينقذ حياة الكثيرين. When we're full of the Holy Spirit. عندما تمتلئ من الروح القدس. We will get up and pray. ستصلي ستصلي. And then we'll have a vision وسيكون لك رؤى of what we're praying عن ما كنت تصلي. And God sends angels والرب يرسل لك ملائكة to protect that person. And it's a gift of the Holy Spirit. وتعطيه الروح القدس. We cannot do it in our own flesh. لا نستطيع أن نفعل شيء من جسدنا. We must give him honor. يجب أن نعطي الرب الكرامة. He's part of the Trinity. Yes. When I saw heaven there was Almighty God. كان الرب القدير. There was Jesus. كان الرب يسوع. And there was the Holy Spirit. والروح القدس. And they went in and out of one another, and they are one God. كانوا the Father, the Son, and the Holy Ghost. They are Trinity. الآب والابن والروح القدس. It is Almighty God. ده الله القدير.
So do not touch that precious Holy Spirit. فلا تلمس أبدا الروح القدس السليم. He's raised one of my children from the dead. He's filled some of the children's teeth. أقام واحد أبنائي من الموت. He has come and delivered them from sickness and disease. أتى ليخلص الناس من المرض والخطية. I thank God for the Holy Ghost, the Spirit of the living God. روح الله الحي. Because we're only human down here. لأننا هنا بشر. In heaven we're supernatural with God. We're nothing without God. سنكون فائقين للطبيعة. I mean God is awesome. And it's time you recognize He's not no little thing in the corner. He made the earth. He made the moon, the sun, the stars. He made the very earth that you breathe. The air. If He shuts your air off, you'll die, honey. And we better realize who God is. And He gave that Holy Spirit to keep us from eternal damnation, hell. I do not like it. God is grieved over it too. The Holy Spirit should never be talked about as evil. الرب يحزن على روح القدس فلا أبدا تحزن روحه القدوس. Let me emphasize what Mama just said. تعالوا أأكد على اللي كانت بتقوله ماما. Turn to 1 Corinthians 3:16. في كورنثوس الأولى 3:16. First Corinthians 3:16 يقول. This is how we are to honor the Holy Spirit. هذا كيف نكرم روح الله. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? أما تعلمون أنكم بيت لله وروح الله يسكن فيكم. If anyone defiles the temple of God, إذا كان أحد يفسد هيكل الله, God will destroy him. فسيفسده أو يدمره الله. For the temple of God is holy, which temple you are. لأن هيكل الله مقدس الذين أنتم هو. Now turn to 1 Corinthians 6:19. في كورنثوس الأولى 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? بيقول أما لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم؟ Whom you have from God and you are not your own. Amen. الله أنكم لستم لأنفسكم. For you were bought with a price. لأنكم قد اشتريتم بثمن. That's Jesus Christ on the cross. أن رب يسوع المسيح على الصليب. His precious blood being shed for the remission of your sins. دمه الثمين سفك من أجل مغفرة خطاياك. Therefore glorify God in your body. لذلك مجد الله في جسدك. And in your spirit. مجد الله في روحك. Which are God. التي هي لله. Amen. When we understand. لما نفهم هذا. We understand we must glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. إننا يجب أن نكرم الآب والابن والروح القدس. Just as we talked about the altar of God is holy. كما تكلمنا عن مذبح الله أنه مقدس. So our body is the temple of the Holy Spirit. هي هيكل مقدس لله. Alleluia. The Ruach HaKodesh. إنه هيكل للروح القدس. In Hebrew, which means the Spirit of Holiness. ده معناه في العبرية روح القداسة. So we are to be holy. فيجب أننا نكون مقدسين. As He is holy. كما هو مقدس. Amen. And we are to watch our bodies. يجب أننا نلاحظ أجسادنا. And honor God by the actions of our bodies. ونكرم الله بأفعال أجسادنا. And in all things. وفي كل شيء. And Mama said something. كما ماما قالت شيء. I am horrified by the thought that I could grieve or quench the Holy Spirit. أنا بخاف جدا لألا أحزن أو أطفئ الروح القدس. I have so many prayers to protect me from that. صليت صلوات كثيرة لكي أحمي نفسي من هذا الأمر. I hope all of us feel the same. أتمنى أن جميع الناس يشعرون مثلي. David actually says, "Take not thy spirit from me." زي ما قال داود النبي لا تنزع روحك القدوس لا تنزعه مني. But instead, create in me a clean heart, O God. لكن اخلق في قلبا مستقيما يا رب. And renew a right spirit in me. وروحا مستقيم جدد في داخلي. David knew how precious the Holy Spirit. داود عالم كم هو ثمين الروح القدس. This pastor who Mama saw in hell. القسيس اللي ماما شافته ده في الجحيم.
committed the same sins Judas did of stealing from God. ارتكب نفس الخطية التي فعلها يهوذا أنه كان يسرق من الله. And the Holy Spirit left him. والروح القدس تركه. He had blood on his hands. كان هناك دم على يده. Because then he preached against the Holy Spirit because he didn't have him. لأنه بدأ يعظ ضد الروح القدس لأنه لم يكن فيه الروح القدس. And his flock or his church probably believed him. وتقريبا كنيسته صدقته لذلك هناك دم على يده. That's the blood on his hand. وهذا هو الدم الذي على يديه. In hell we will suffer torment not only for our own sins. في الجحيم لن نعاني فقط من خطايانا. But those who our sins touched. لكن هؤلاء الذين لمستهم الخطية أيضا. And hurt. وأذتهم. And led away from the Lord. وأقادتهم بعيدا عن الرب. Wow. That's true. It's the Lord. Wow. I feel the presence of God. أنا حاسة بحضور الله. Dexter, I just feel His holiness. أنا حاسة بقدسته الآن. And God wants to give some of you the sweet Holy Spirit if you want Him. وفي ناس منكم الرب عايز يديها الروح القدس. And as Dexter was talking. وزي ما ديكستر كان بيتكلم. I look back over my life. بصيت على حياتي زمان. How many times? كم مرة? The power of the Holy Spirit. قوة الروح القدس. Has moved in our family. اتحركت في عائلتنا. Moved in the hospital. اتحركت في المستشفى. Healed the sick. شافت المرضى. Raised the dead. وأقامت الموتى. Because He's powerful. لأنه قوي جدا الروح القدس. Almighty God that blessed us with the baptism of the Holy Spirit. ويريد أن يباركنا بمعمودية الروح القدس. And it brings knowledge. Tell him, Dexter. وده بيجيب لنا معرفة. He brings to us. قول لهم عن المعرفة اللي بيجيبها الروح القدس لينا. He's our teacher. الروح القدس هو معلمنا. Hallelujah. You know, if you really honor the Holy Spirit, إذا كنت فعلا تكرم الروح القدس, He loves to fill you. الروح القدس يحب أن يملأك. If you really honor His leading, إذا كنت تكرم قيادة الروح القدس, it says He loves to then use you to distribute the gifts of the Spirit to others. هو سيعطيك المواهب الروح القدس لأنك تعمل هذا الأمر. Not to glorify. Thank you, Jesus. Lord, just release that Holy Spirit in the audience. Yes. Let's pray for the Holy Spirit. People to repent. ليتوبوا. Repent of your sin. توبوا عن خطاياكم. And Almighty God. والرب القدير. Will fill you with His power. سيملأكم بقوته. No matter where you're at. مهما كنت في أي مكان. No matter what faith you have. مهما كان وجهك. God wants to change things in your life. الرب يريد أن يغير أمور في Dexter, حياتك. It's a day of change. إن هذا ده يوم تغيير. It's a day of change. الروح القدس بيقول إن ده يوم تغيير ليك. آمين. Oh my. آمين. هللويا. Hallelujah. What do you got, Marissa? I want to give you one more scripture. Amen. Acts 5, verse 3. أعمال 5 وعدد 3. There are a number of scriptures where people blaspheme God and the Holy Spirit in the book of Acts. هناك آيات في أعمال الرسل عن هؤلاء الذين جدفوا على الروح القدس. Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا. And it says in verse 2, they kept back part of the proceeds. واختلس من الثمن. His wife also being aware of it. وامرأته لها خبر بذلك. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. وأتى بجزء ووضع عند أرجل الرسل. But One Peter minute. Said, فقال بطرس Ananias, why has Sapphira filled your heart to lie to the Holy Spirit? يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس? Do you know what happened? عارفين ماذا حدث? He fell dead. وقع ميتا. So going against the Holy Spirit عندما تذهب وتضاد الروح القدس is a sin we are never to do. خطية لا يجب أبدا أن نفعلها. I want to pray something to protect us from that sin forever. أريد أن أصلي صلاة لتحفظنا من هذه الخطية لأبد. One minute, Dexter. Turn to Psalm 141. This is how we close. في مزمور 141. This is a powerful prayer to God. دي صلاة قوية جدا للرب. It says in Psalm 141:3, let's pray this together. 141 وعدد 3 لنصلي معا. Set a guard, O Lord, over my mouth. اجعل يا رب حارس لفمي. Keep watch over the door of my lips. احفظ باب شفتي. Do not incline my heart to any evil thing. لا تمل قلبي إلى أمر رديء. To practice wicked works. لا أتعلل بعلل الشر. Including the blasphemy of the Father, Son, and Holy Spirit. مع إناس فاعلي اسم
أي لا أفعل خطية ضد الآب ولا الابن ولا الروح القدس. With men who work such iniquities. لا أتعلل بعلل الناس أو مع الناس فعيل الشر. And do not let me ever join in and eat of their delicacies. لا تدعني أأكل من نفائسهم. In the name of Jesus. في اسم الرب يسوع. Father, I surrender my tongue. بخضع لساني. To be bound by you. إن يكون مربوط بك. And it will not be loosed until I speak your word in spirit and truth as led by you, Holy Spirit. ولا يقول أي شيء إلا عندما تطلقه يا روح الله. Set a guard over my mouth yes. to never blaspheme you, Father, Son, or Holy Spirit. Amen. ضد الآب أو الابن أو الروح القدس. And then never join in with that blasphemy of others. ولا أنضم مع الآخرين في تجديفهم. Or to agree with it. أو أتفق معهم. All the days of my life I surrender for this ministry. كل أيام حياتي أخضع لهذه الخدمة. And ask this prayer to be active all the days of my life. وأصلي أن هذه الصلاة تكون فعالة في حياتي. In the blessed name of Jesus. في اسم الرب يسوع المبارك. I choose to honor you, God. أختار أن أكرمك يا رب. I choose to honor you, Jesus. أختار أن أكرمك يا رب يسوع. And I choose to honor you, Holy Spirit. أختار أن أكرمك يا روح الله القدوس. Help me to do that, Holy Spirit, by filling me. ساعدني أن أفعل هذا بأن تملأني. And leading me into this all the days of my life. وتقودني في هذا كل أيام حياتي. In the name of Jesus. This has been your program. كان هذا برنامجكم. Shalom, shalom. Shalom, shalom. God bless you. الرب يبارككم. We love you. نحبكم وإلى اللقاء.